أهلا وسهلا بيكم في عيادة الأطفال. النهاردة هنتكلم عن الموضوع مهم جدا ومنتشر جدا، وإحنا لاحظنا الكلام ده في خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا، موضوع دور الأنفلونزا اللي أصاب كل البيوت وكل الأفراد اللي في الأسرة، أصاب الوالدين، أصاب الأطفال كلهم. الحقيقة هو دور الأنفلونزا ده ابتدى يقل قليلا، يعني اليومين دول بقاله أسبوع 10 أيام ابتدى يقل، بس الحقيقة الخوف انه هيرجع تاني وبشدة لما البرد يدخل اكتر في خلال الاسبوعين ثلاثة اللي جايين. طيب نعمل ايه؟ اول حاجة دايما بنقول الوقاية خير من العلاج، يعني لو في حد مريض سواء في الاسرة او سواء في المحيط اللي حوالينا، محيط الاقارب او محيط الجيران او الاصدقاء، طالما في فرد مريض في الاسرة ما نقربش اطفالنا منه، يعني ما يروحوش يلعبوا معاه، ما يجلسوش في نفس المجلس، ناخد بالنا من الكلام ده. تاني حاجة، الطفل المريض ما يروحش المدرسة لو سمحتوا، يعني لو في طفل سخن، عنده سخونة، عنده كحة، عنده زكام ورشح، ما يروحش المدرسة لغاية لما يتحسن، لأن ده فيها جانبين. الجانب الأول إن هو لما هيروح المدرسة هيعدي الأطفال المحيطين بيه، فهتحصل عدوى. والجانب التاني إن الطفل محتاج راحة في المنزل عشان هو نفسه يخف ويطيب. دور الأنفلونزا المنتشر غالبا هو دور فيروسي ولا يحتاج لمضاد حيوي إلا لو الطبيب قرر ذلك. بنعتمد أساسا على السوائل الدافئة، النعناع، اليانسون، السنوت. بنعتمد على التغذية الجيدة بدون ضغط على الطفل، لأن الطفل بيبقى نفسه مسدودة طبعا أثناء المرض، وبنعتمد على خوافض الحرارة. احنا ممكن في المنزل طالما الحرارة عالية ندي الطفل خوافض الحرارة لمدة يوم او يومين، واذا لم يستجيب بنروح للطبيب ناخد رأيه. اتمنى ليكم في النهاية الصحة الوافرة والسعادة، ونشوفكم دايما على خير.